طرابلس من أفقر المدن على ساحل البحر المتوسط. 6 سنين معارك راح فيها بين 200 ل 300 قتيل و 2000 3000 جريح. شو هو اللي خلى الناس تنزل على الشارع؟ يعني ما في أسوأ من هيك وضع. أنا من الأشخاص اللي مأمنين تاريخيا إنه مكانهم الطبيعي هو بالشارع. التغيير الطبيعي بهذا البلد هو بالمواجهة. والحالات يلي صارت هلا او اللي كانت عم تصير قبل هي حالات تراكميه عم تبني لتغيير اوضح واوضح كل مره. هاي المدينه فيها وضوح، هذا اللي اكيد. اكثر مدينه اكلت خبيط من هذا النظام واكثر مدينه عرفت عدوها الرئيسي مين هي هاي المدينه. هاي المدينه هي حتكون ان شاء الله راس حربه بالمواجهه مع هذا النظام. هذا المكان اللي بعتقد عايش لحتى اكون موجود فيه. هاي المعركة الأساسية بالنسبة لي اللي خلاني يكون عم بنزل ومقتنع انه لهلا ما لازم اكون عم بترك شارع هو واقع هيدا المدينة المزري. الظلم يلي بتعيشه هاي المدينة، البهدل يلي بنعيشه على ابواب المستشفيات وعلى ابواب المدارس، الاميه الموجوده عنا، الفقر الموجود عنا. يا اما بدك تضل هون وتحدد انه هيدي هي اولويتك، يا اما بدك تحمل حالك وتفل بالبلد، ولحتى نفل ونتركهم البلد فشل على رقبتهم يعني.